نشكر زميلنا سلطان الشامسي على هذه الفقرة المميزة، وفي مجال الإعداد اللي أعد لنا هذه الفقرة فقط سوق الجبيل محمد الياسي، يعطيكم الصحة والعافية. مشاهدينا، تحفيز الكولاجين وعلاج التجاعيد وتحقيق نظارة للبشرة عبارات تتردد دائما وتحرص فئة كبيرة من المجتمع على تحقيقها بالوسائل المختلفة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا نرحب معاكم مشاهدينا بالدكتورة كلير القاعي، اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل. صباحك خير، حياك الله ويانا. صباح الخيرات، الله يسلم شافيك. قبل الفقرة كنا نتكلم عن مادة الكولاجين اللي هي مادة طبيعية موجودة في جسم الإنسان وفي البشرة بعد. نتكلم بنبذة عامة عن هذه المادة وشو أسباب نقص الكولاجين. الكولاجين هو عبارة عن بروتين موجود بشكل طبيعي بالجلد، موجود بالشعر، بالأظافر، بالعظام، بالمفاصل، بالأوعية الدموية، له أكثر من توضع بشكل عام. طبعا بالنسبة للجلد يعتبر مادة كتير أساسية بالنضارة والشباب. أسباب نقصه بتكون كتيرة، أهم سبب هو التقدم بالعمر. لأن الكولاجين عادة بعد عمر 20 سنة بيبدأ بالتراجع بشكل بطيء وبيزداد مع التقدم بالعمر. السبب الثاني والمهم جدا هو التعرض لأشعة الشمس بشكل كتير خاطئ أو بشكل زايد عن الحد، لأن الكولاجين بتعمل تخريب مباشر لألياف الكولاجين الموجودة بالبشرة وبالتالي بتأدي لهرم البشرة. من الأسباب الثانية هي العادات الخاطئة اللي هي السهر، التدخين، الكحول، هي كلها من الأمور اللي بتزيد وبتسرع من تراجع الكولاجين بالبشرة. نعم، حاليا ما شاء الله العلم تطور بشكل سريع، التكنولوجيا تتطور اليوم في علم التطوير، مثلا مادة أو الفيتامينات اللي ممكن تساعد في تنشيط الكولاجين داخل الجسم، إلى أي مدى وصلت التكنولوجيا اليوم في هذا المجال؟ هلأ بالنسبة كتكنولوجيا نحن فينا نحكي بموضوعين، ممكن نحكي عن العلاجات اللي ممكن تعطينا دعم لتصنيع الكولاجين، وبنحكي بنفس الوقت عن المركبات اللي ممكن ناخدها لحتى تساعد وتدعم بعملية تصنيع الكولاجين. بالنسبة للعلاجات طبعا في علاجات كتيرة اللي هي بتبدأ بحالات بسيطة، ممكن نبدأ بشيء كتير بسيط اللي هو تنظيف البشرة العادي، تقشير البشرة الكيميائي أو أي نوع من تقشير البشرة بدرجات. ممكن نجي للحالة اللي هي شوي أكتر عمق واللي هي النيدلينج أو استخدام الإبر، وهي طريقة تعتبر قديمة لكن لحد الآن تعتبر جدا فعالة. والهدف الأساسي بهي أو عفوا المبدأ الأساسي بالعلاج هو أنه إحداث تخريب بسيط بالبشرة بيحفز الأدمة لإنتاج خلايا جديدة بكل خلايا البشرة ومنها الكولاجين. فالمبدأ الأساسي هو إحداث تخريب بسيط بالبشرة يؤدي لتحفيزها، منها النيدلينج. ممكن نتطرق لشيء أكثر واللي هو الراديو فريكوانسي، ممكن للفراكشنال راديو فريكوانسي، كلها بتصيب مباشرة الكولاجين بحيث أنه بتنشط الخلايا على إنتاج خلايا جديدة. هلأ في بعض الأحيان ممكن نحن نلجأ للمكملات الغذائية، فممكن نأخذ الكولاجين، وممكن والأفضل ناخده مدعوم ببعض الفيتامينات مثل الفيتامين سي والفيتامين اي، لأنه كتير بيساعد على أنه يشكل أو يسهل عملية إنتاج كولاجين جديد. إضافة دكتورة إلى العلاجات اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي تساهم في تعزيز مادة الكولاجين في الجسم بشكل خاص في البشرة، نتكلم شوي عن هذه المادة وعن العلاجات بعد، متى نقدر نشوف النتيجة؟ يعني على سبيل المثال نحن جربنا علاج من العلاجات والتقنيات الحديثة، هل النتيجة تبين على طول ولا نحتاج إلى جلسات؟ طبعا نحتاج إلى جلسات، يعني كل شيء بيتخرب مع العمر ما بيصير بجلسة واحدة إجباري، بده متابعة. طبعا في نتائج بنشوفها من أول مرة، لكن يفضل المتابعة بفواصل، ممكن تكون أسبوعية أو شهرية حسب نوع العلاج اللي نحن بنعمله. دائما لازم ننتظر فترة تكوين الكولاجين اللي ممكن نحن نقول من أسبوعين لشهر بتبدأ تظهر عنا العلامات، لكن يفضل المتابعة دائما. وبشكل عام هاي العلاجات دائما نحن منوصي الناس اللي بتحب تحافظ على كولاجين البشرة عندها أنه تعمل التريتمنت اللي هي العلاجات المحفزة للكولاجين بمعدل مرتين لثلاثة بالسنة، هيك
بنقدر نحافظ على كولاجين جيد متجدد ونأخر علامات التقدم بالعمر. نعم، هل هناك في أضرار باستخدام الأمور اللي تحفز الكولاجين داخل؟ لا أبداً أبداً، ما في أبداً أضرار من استخدام أي طريقة. طبعاً بدها تكون أكيد باستشارة طبية بحيث ما تكون زايدة عن اللزوم، تكون البشرة تقدر تتحمل هالعلاجات. الفواصل الزمنية كتير مهمة، لكن ما في ضرر عن من أي نوع من العلاجات المحفزة للكولاجين. في كثير ما شاء الله الحين الموضة موضة التان وكذا، وتعرض للبشرة أو الجلد إلى الشمس مثلا مباشرة فتسبب الحرق هذا للجسم وتغيير اللون. هل هذه مثلا في ناس تقول هذا بشكل مؤقت وراح يروح، هل معناته هذا أن ما راح يتضرر أو تتضرر الكولاجين داخل البشرة؟ 100% بيتضرر. دايما أشعة الشمس التعرض الزايد عن الحد صح بيعطي تصبغ، والتصبغ ممكن يخف مع الوقت، لكن الأذى اللي بيصير بالبشرة وبخلايا البشرة وألياف الكولاجين هو أذى دائم. يعني عمليا اللي عم بيتعرض لأشعة الشمس بشكل كتير زيادة ما عم ينتبه، لأنه هالأشعة عم تحدث ضرر بألياف الكولاجين بالذات، وحتى نحن بنعرف أنه أشعة الشمس مسرطنة مع الوقت الطويل. في النهاية أعتقد دكتورة أن الواحد لازم يتثقف صحيا وغذائيا عشان يحافظ على صحته وعلى المواد الموجودة في جسمه. يعطيك الصحة والعافية دكتورة، شاكرين لك تواجدت معنا اليوم. الله يسلمك، شافيك. إذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للدكتورة كلير القاعي، اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل، تريونا.